خوا ديالي مسكين، هادشي اللي عطى الله، جبناه هنا باش يتعالج مستشفى الرازي، او هادشي اللي عطى الله. انت كنتفاجئوا بهذا الخبر، قال لك الخوا ديالك راه مات. ملي جيت لهنا انا ما عرفتش باش مات. ملي جيت لهنايا وسولت قالوا لي راه ما تحرقوا، راه وقعت كارثه في الصباح وراه ما تحرقوا. كيفاش مستشفى شعلت فيه العافيه؟ في كاين السيكيريتي، في كاين هذوك الناس اللي مكلفين تما، فين مشاو هاد الناس؟ واش كيشبر الشهريه ديالو كيخرج برا يجلس يشبر التليفون بقى كيتكونيكتا، وانت عندك تماك بنادم مريض، بنادم مريض عقليا، يعني دري صغير ما عندوش العقل، ما عندوش العقل. مره خصك تحضيه، شبر الكرسي وجلس قبالته حضيه. حنا ما بغيناش هادشي هذا يزيد يتكرر، ما بغيناش هادشي هذا يزيد يتكرر ويوقع لواحدين اخرين، حيت حنا بزاف د الحوادث وقعوا لنا، ماشي غير هذه الاولى، بزاف د الحوادث وقعوا لنا. الاخ ديالي ما عمرو اذى شي واحد، الاخ ديالي كان طرونكي المسكين كان ملهيه مع المرض ديالو، صافي ما كان كيأذي حتى شي واحد، كان ملهيه مع المرض ديالو. المشكل اللي كان فيه ما كانش كينعس، كان كيبث فايا وكيقيل فايا، الناس ما كانش كينعس مره. جبناه باش يتعالج، انت كتشوف شنو وقع دابا، تا كيعيطوا لنا كيقول لك الاخ ديالك هو مات شعلت فيه العافيه. واش انا جايب لك خويا باش يتعالج ولا جايبه باش يتحرق؟ انا كون بغيت يوقع له هادشي هذا نخليه انا في البلاد، نخليه في البلاد انايا. انا بغيت تفتح التحقيق في هادشي هذا. ما يمكنش الاخ ديالي حنا جبناه باش يتعالج هنايا في مستشفى الرازي، تا كيعيطوا لنا كيقول لك الاخ ديالك تحرق. كيفاش تحرق؟ واش هذه مستشفى ولا خربه ولا فين مشاو هاد السيكيريتي؟ فين مشاو هاد المسؤولين؟ فين مشاو هاد الناس هادوما كاملين؟ الاخ ديالك تحلق، هادوك الناس هادوك راه ما تعطيهش البريكه. بريكه علاش كتعطيه البريكه؟ الصنداله كتحيد له الصنداله وكتحيد له الصبر ديالو وكتحيد له الخيوط وكتحيد له الصمطه، والبريكه كتخليها له، كتخلي له البريكه وكتمشي تنعس. الام ديالو ملي سمعت الخبر تصدمت استاذ اخي، الام مصدومه، ما كتقدر تهضر، ما كتقدر تتكلم، مسكينه. الام خرج عليها مسكين ملي كان مزعزع، ودابا ملي مات زاد كمل عليها. الاخ ديالي كان عادي، كان لورمان، كان الله يعمرها سلعه، دريري بخير، كان كيقرا قرا تن السبعه، ما كملش القرايه ديالو، خرج بدا كيخدم مع بنادم، شويه مشى كيخدم مع واحد السيد. المهم وقعت له شي مشاكل تما، كان ضيعو في شي خدمه، مع كد وقعت له شي مشاكل عاوتاني هي اللي زادت كملت عليه. كان في واحد الجهه كيقول ابني احمد تعيطوا لنا من تما، قلنا الاخ ديالكم راه مزعزع جديوه، مشينا جبنا الاخ ديالنا جبناه مزعزع من تما. ملي جبناه بدينا كنجيبوه هنا للسبيطارات، اول مره جبناه المستشفى، جبناه هنا لتطوان مستشفى مصحه الريف الكلينيك، تماك تعالج مزيان. مشينا عاوتاني ضرب واحد العام، عاوتاني الاخ ديالي كيجي داك المرض، جبناه لماريوكا، ماريوكا عاوتاني دواز عند تما واحد تقريبا شي شهر، عاوتاني تعالي شويه وديناه للدار، دواز عاوتاني تقريبا شي 8 شهور عاوتاني كيرجع في هذا المرض هذا. جبتو انا لمستشفى الرازي، جبتو مستشفى الرازي ما كاين لا علاج لا حتى شي حاجه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.